حالة الحب مبدعنا أمير هشام، هشام جمال أنا آسف، عاش هذه اللحظة هشام مع النادي الأهلي بدايتها إزاي زي ما المهندس أيوة. سعد قال قبل ما نعرف الحفلة التفاصيل إيه الحفلة إيه علاقتك بالأهلي؟ الناس عايزة تعرف أنت مين وكيف بدأت علاقتك بالنادي الأهلي؟ يعني هو بعيداً عن أن هو الطبيعي أن البني آدم يبقى أهلاوي، يعني دي الحاجة اللي الواحد إيه المفروض بيتولد عليها بالفطرة بس أنا كان عندي يعني من الناس المحظوظة اللي أنا كنت متربي تقريبا جوه النادي الاهلي من فرع الجزيره بالذات، ده كان الخروجه الاساسيه الرئيسيه اللي احنا كل اسبوع بنروحها يوم الخميس، هو النادي الاهلي فرع الجزيره. فانا لحد النهارده انا لو دخلت مع حضرتك النادي اعرف اوصف لك النادي ده كان شكله ايه زمان قبل ما المنطقه الجديده اللي اتعملت اللي فيها المطاعم على الشمال تبقى موجوده، والمراجيح اللي احنا كنا بنلعب فيها وتعورت هناك كانت فين على اليمين لما بتخش لها من ورا، والسور الاخضر اللي بيبقى على يمينك بتشوفها من بره بس في سور اخضر وتلاقي ده شبر يعني عايش جوه النادي مراجيح النادي بالظبط لاني كنت وقتها ده كان السن من اول هنا لحد بقى اخر نادي عند بوابه المعلمين الناحيه الثانيه عند المبنى اللي ما بنعرفش ندخله عشان ده بتاع الناس الكبار يعني فانا الاساس انه النادي بدا انه ده كان المكان اللي انا بروحه وانا صغير بستنى اليوم اللي بروحه بشوف فيه اصحابي، ولحد النهارده انا اصحابي منهم كتير جدا جدا من النادي الاهلي، وفي منهم بقابلهم بعد ما كبرنا وبيبقى ليهم معزه معينه كده مخصوصه بتاعه ان هم اصحابي من النادي. وكمان في مدينه نصر ان الفتره برده بقيت بروح النادي بتاع مدينه نصر شويه، كان ليا برده شله اصحاب ثانيه هناك فبقيت بروح هناك، فدي كانت البدايه. وسط ده طبعا حصل الارتباط بفكره الكيان اللي انت شايف الناس كلها منتميه ليه وشايف النجوم اللي موجوده فيه وشايف الفريق اللي بيكسب ما بيخسرش. ويمكن طول الوقت انا بقول انه الاطفال بتحب البطل اللي بينجح، بتحب النموذج الناجح القوي، بتحب فطبيعي ان انا وانا طفل اما بص لكيان هو ده اللي بيكسب طول الوقت، هو ده اللي بيحقق، هو ده اللي بالظبط كده. فطبيعي ان انت بتبدا ترتبط بيه. بدا الارتباط بقى خلاص بقى اللي هو من اول ما انا بدات اوعى على الكوره ابتدي خلاص اعرف اقول لك اللي هو تشكيله الفرقه كانت ايه. يعني انا مثلا كان عندي حاجه غريبه، كنت بحب ياسر رضوان ومحمد عماره، كانوا عاملين لي مثلا حاجه فكره ان دول باكين الطرفين بقى. ولما جم يحترفوا زعلت جدا وانا طفل كده ولما دول قرايب انت عارف ولا لا؟ ولاد خال انا عارف ان هو في صله قرابه بينهم بس فكره المشوار وده باك يمين وده باك شمال حاجه شبه الحاجات الكرتونيه شويه اما يعمل لك فيرجن اليمين والشمال من بعض عارف الشكل ده صحيح. فكان عندي ارتباط بشويه حاجات كده جوه 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 الفرقه، واخويا اهلاوي جدا جدا برده كان بيحب النادي. وبدا بقى اكبر منك يا شباب؟ اخويا اكبر مني بسبع سنين واختي اكبر مني بثمان سنين، اخواتي الاثنين اكبر مني. انت اخنا عن اوده؟ انا لوحدي، ما جيت لوحدي كده ما شاء الله. فبدا الارتباط بالنادي يجي من هنا، وهنا بدا بقى فكره انك تلاحظ مع بقى السن. يعني انا الحمد لله يعني ايه طول الوقت عندي فكره ان انا لو لاحظت ان في حاجه كويسه في باشمهندس عدلي احاول اخدها يعني اعمل زيه. أيوة حاجه أيوة. مش عيب. طبعا لاحظت ان في حاجه كويسه في طريقه مكان معين احب ان انا لما اجي يبقى عندي حاجه اعرف اطبق عليها الشيء ده اعملها على طول. وبعمل كده لحد النهارده، الناس اصغر مني والناس اكبر مني والناس تتعلم من اي حد طول الوقت بحاول لما حاجه تلفت نظري ان دي حاجه كويسه بجد. انا دي حاجه بعملها حتى لما اشوف حد بيسلم بطريقه كويسه عليا فحس كويس اقول ايه ده انا قابلت استاذ ابراهيم النهارده دي ثقافه الحكايه طريقه سلامه خلتني مبسوط وانا بسلم عليه وعندي ثقه في نفسي كده فاستعملها بعد كده في ان انا ايه تصدرها للاخرين على حد تاني اصغر مني فانا اسلم عليه بنفس الطريقه عشان اديله ثقه في نفسه مثلا تمام. فالنادي الاهلي ده دخلت لقيت بتتعلم كل حاجه لا كيان جواه بقى ايه جواه اول حاجه ان انت لازم تبقى ناجح مش ناجح عادي انت لازم تبقى رقم واحد. اصحابي اللي كانوا فيه انا كان في اصحابي كتير بيلعبوا في الفرق الرياضيه صغيرين اللي بيلعب سباحه وقرايبي ولاد خالتي بيلعبوا هاندبول ووتر بولو فالاقيهم ياخدوا مركز تاني راجعين في نكد مش يوم عادي. كنت كان في ابن خالتي الصغير كان بيلعب في هاندبول فكنت ساعات نسافر كان بتبقى معسكراتهم في المعموره بيلعبوا البطوله في حته جنب المعموره على طول فكان بشوفهم لما بيخسروا بياخدوا مركز التاني عياط العيال الصغيرين كلهم عياط ان هم خدوا التاني في حين ان فرق تانيه بتاخد التاني بتقعد تحتفل. ايوه ففكره انك طول الوقت بتلاقي انه لا انا مش عايز ابقى ناجح عادي انا عايز ابقى احسن واحد
نمبر ومش احسن واحد عشان افضل اتمنظر ان انا احسن واحد. ايوه احسن واحد دي مهمه دي. احسن واحد عشان ابقى انا كويس فعلا. أيوة. احسن واحد عشان ابقى ناجح فعلا. احسن واحد عشان ليه احط لنفسي سقف بالظبط. فبدا ده يبقى موجود. اكيد دور التربيه ليها دور. لان انا في بيتي كنت لما بطلع التاني على الفصل كانت بتبقى مشكله. يعني حتى في الدراسه انت متفوق. الحمد لله. لحد يعني ايه الجامعه لما سافرت بقى ادرس بره وبدا انه ما بين كنت بسافر وبرجع مصر فحصل طبعا ايه شويه لخبطه في موضوع الجامعه بسبب اني بعمل حاجه تانية مهمه وهدف ليا الشغل. الحمد لله. لكن ما اهملتهاش وكملت جامعتي وتخرجت الحمد لله وبتقدير كويس جدا جدا. ويعني كان يعني حتى ليا قصه الحمد لله في الجامعه. درست حاجه ليها علاقه بالفن؟ درست بزنس بس كان عندنا يعني اجزاء في الدراسه ليها علاقه بالانترتينمنت. اداره اعمال اللي هي بس حاجات ليها علاقه بصناعه الترفيه كمان. جوه الدراسه. وده كان من احد اسباب الاختياري للجامعه اللي انا بدرس فيها بره في اوروبا يعني. درست في جامعه ايه هنا في مصر؟ في مصر كنت في جامعه النيل. وبعدين يعني ما عرفتش اوفق لانه النظام هنا كان ان انا لازم اروح احضر ولازم اروح احضر. وانا كان عندي الشركه بداتها فوصلت لانه في جامعه بره تفهمت الموقف وبقيت بروح اسبوعين وبرجع اسبوعين. فبحاول على قد ما اقدر امشي ده. وحتى ده بعد شويه ما بقتش بعمله بالظبط بس ربنا الحمد لله كرم لحد لما اتخرجت وطلبوني في الجامعه وعندي ده كل ده متسجل في مشروع التخرج بتاعي هناك. انه بعد ما خلصت قالوا لي المشروع بتاعي من كتر ما هو عجبهم كانوا يحبوا يدوني الجريد اللي هي 4.0 اللي هي بس ما بيدوهاش لحد. وعزموني ان انا اجي ادي سبيتش لطلبه اول سنه بره. تدخل هناك على حسابهم وعلى كل حاجه اروح ادي سبيتش للطلبه الجداد علشان احكي لهم عن تجربتي في الشغل. لانه في الاخر هم هدفهم يعني طريقه في الاخر الشغل ان انت تطلع في الاخر بزنس مان شاطر ان انت تعرف تاسس شركه انك حتى لو بتشتغل موظف في منصب تعرف تبقى بتعمل ده بشكل كويس. فقالوا انه ده يعني قد يكون مثل كويس للولاد هناك. اسمح لي بس انا عايز الناس اللي بتتابعنا وخصوصا الشباب انتوا سامعين الكلام ده يا شباب سامعين الكلام ده شايفين السن الصغيره ده بيفكر ازاي كيف ادار نفسه كيف ادار طموحه كيف أدار مواهبه راح في الحتة اللي هي ممكن تحقق له أنه يبقى بيشتغل وبيدرس وهي تبقى مقتنعة على المنطقة دي أنه دراسته بهدف أنه ينجح في شغله مش أنه يتفوق في الدراسة ويقعد في البيت أو يقول ما تعينتش معيد أو بتاع. كمل يا شاب بس فرجوعا بقى للنقطة النادي. لقيت في النادي ده فكره انك تبقى ناجح. لقيت في النادي ده فكره انك تبقى متميز مش ناجح عادي. لقيت فيه فكره الاحترام تقدير الناس الاكبر منك. وده موجود في كل الرياضات ودي حاجه مهمه جدا جدا في الرياضه. مهم انها موجوده في النادي الاهلي وفي كل الانديه. فكره انك تقدر الكابتن انك تقدر الاكبر منك. أيوة. دي حاجه أيوة. طول الوقت بشوفها. وفي رياضات معينه متميزه في انك تلاقي اللي بيلعب جودو الاكبر منه ليه سلطه معينه عليه فانا عجبني ده طول الوقت. وانا لما كبرت شويه يعني دلوقتي الحمد لله بقيت ببص وبقول والله ده انا اتاثرت بالموضوع. مش موضوع بس ان 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 ان, إن التربيه وربنا طبعا بيخلق في كل واحد طباعه وحميه معينه تخصه. لكن لقيت انه النادي بيأثر فيك. ممكن انت تبقى بتحب اكتر نادي بيكسب وبينجح. بتحب اشطر فنان بيعمل اعمال ناجحه وهادفه وليها قيمه. فانا بميل لده طول الوقت. وطول الوقت عندي الفكره بتاعت ويمكن ده يمكن بسبب اني احتكيت مع ناس اجانب على مدار يعني حياتي في سنين كتير. بحس انه احنا يعني انا بني ادم وهو بني ادم وربنا خلقني وخلقه. فعادي جدا جدا لو هو بيعمل السات ده انه يعمله حلو قوي. وعادي جدا جدا لو انا اجتهدت وذاكرت اعمله واعمل احسن منه اعمله زيه ويمكن احسن. فبشوف طول الوقت ان مفيش حاجه تنقصني انا كهشام. مش غرور لكن هو فكره انه ما هي دي دي الحق الفاكت الحقيقه ان ربنا خلق حضرتك وخلقني وخلق مذيع اللي في امريكا واللي اللي هو اللي كان شعر يسوي كان حتى الفلاسفه قال لك العقل اعدل الاشياء قسمه بين الناس. بالظبط بالظبط. في النهايه انت مش عارف الموهبه والذكاء فين بتستخدم بشكل معين. مظبوط مظبوط. بس فمش كلام فلسفه والله ولا حاجه ولا بقول يعني ده مهم جدا.